السلام عليكم. اليوم احنا وياكم من مطبخ ام صهيب بوصفة جديدة، وان شاء الله اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل المقلوبة باللحم. بسيطة وسهلة وكل واحد يقدر يسويها، بس انا قسمتها هنا على 3 مجاميع مثل ما تشوفون، لانه كل واحدة راح اطبخها بواحد. نبدأ بالمقادير. هنا عندي بالبداية باذنجان، انا قطعته شرائح دائرية وقليتها بنفس الوقت، وهنا عندي بتيتة هم قطعتها دائري وقليتها، وفلفل نفس الحالة هم قطعته وقليته، وبصل قطعته دوائر وقليته، وطماطة أيضا قطعتها دوائر وقليتها. هنا عندي لحم قطعته بهالحجم، هذا ما حبيت يكون الحجم مالته أكبر أو أصغر، حبيته على هذا الحجم. وثرمت له هنا، هاي طبعا مجموعة ثانية، هنا ثرمت له بصل ناعم، وهنا هرست ثوم وكمون فلفل أسود وشوية دارسين. بعد نجي على الرز راح نشتغله. هنا خليت 3 كوابة من الرز، 3 ملاعق كبيرة معجون طماطة، بصلة واحدة كبيرة ثرمتها ناعم، وهنا عندي فلفل أسود، وطبعا ما ننسى الزيت اللي راح نخليه للرز، وبنفس الوقت الملح طبعا راح نضيفه على مراحل، لأن هنا كل الخضار من اللي اشتغلته كله خليت له ملح، بس اللحم هنا أنا ما خليت له ملح. والتمن تدرون احنا هسه راح اطبخه وهسه راح اخليه ملح. راح نبدي هسه بالطريقة الأولى، راح اروح على الطباخ ابدي اول مره اطبخ الرز على جنب، واطبخ العفو احمس هنا أنا عندي اللحم على جنب ثاني. راح اروح للطباخ ونشوف. هسه يا حبايب تركت هنا عندي المقلاه، خليتها تسخن، راح اذب عليها البصل، بس ياخذ له تشويحه واحده ارجع اضيف عليه اللحم واشوفكم اياه. طبعا هاي هسه عندي ذبل عندي هنا البصل مثل ما تشوفون وصل لهالدرجه هذه. هسه راح ارجع اضيف عليه الثوم. طبعا هاي قلت لكم الخلطه الاولى اللي راح نسويها للحم، وبالخلطه الثانيه ان شاء الله راح اركب التمن وراح تشوفونه بنفس الوقت. ما يحتاج تشويح كثير، طبعا انا ضفت له ملح للبصل لحتى اذبله بسرعه. هنا انا راح اضيف عليه الكمون والدارسين والفلفل الاسود، وبنفس الوقت راح اضيف عليهم اللحم. هنا ما يحتاجون بعد تشويح كثير، يعني شيء 5 دقائق أو 3 دقائق كلش كافي عليهم. أخليه على جنب، راح يبقى مثل الخضار، أنتظر إلى أن أبدي أركب التمن وشوفه، بعدين راح أشوفكم إياه. هسه حبايب طبعا إحنا عندي هنا الزيت، راح أضيف عليه البصل، طبعا هنا راح نشتغل الرز، راح أترك البصل إلى أن يذبل وأصل للدرجة اللي أريدها وأرجع لكم. هسه هاي عيني طبعا ذبل عندي البصل وصار ما شاء الله عليه ناضج. هسه راح اضيف عليه المعجون واخلي المعجون ايضا ياخذ له تشويحة شي دقيقتين، بعدين راح اضيف عليهم المي واترك المي يغلي، بعدين ارجع اضيف عليهم التمن. هسه راح اذبل شوي هنا عندي البصل ويا المعجون، واضيف عليهم الفلفل الاسود، وبسك عليهم طبعا هاني ملح، وراح اخليهم بس عفوا بس شوي هنا عندي المعجون يعني شوي يتشوح هنا عندي، راح اضيف عليه مي واتركه لين يغلي وارجع لكم مره ثانيه. هسه هاي عيني طبعا غلى عندي المعجون والبصل والفلفل الاسود، هسه راح اضيف عليه الرز. هاي ضفت عليه الرز، هسه راح اتركه الى ان ينضج تماما وارجع لكم. وهسه يا حبايب رجعنا لكم بعد ما كمل عندي هنا الرز، طبعا بعد ما طبخته وكملته خليته بهذا الطبق، بس ما خليته ينشف على الاخر لانه بعد التطبيق يحتاج انه 5 دقائق نرجعه على النار. هسه راح ابدي اجمع هاي المواد كليتها. بالبدايه طبعا راح اخلي هنا عندي البطاطا، هي اول شيء راح ابلش بيها، هنا انا راح ابدي ارصفها، طبعا راح ارصف على السرعه لحتى يصير عندكم الوقت اقل. بعدين راح ارجع اخلي عليها البصل، طبعا هنا كيف الواحد يعني انتم كيفكم بعد تريدون، شلون تريد ترتبوها ترتبوها، تريد تخلوها عشوائيه، هي بكل الحالات راح تكون طبق لذيذ. هنا انا راح ارجع اخلي عليها البصل، هاي هنا مثل ما تشوفون خليت عليها البصل بهالطريقه هذه، طبعا هنا خليت على الاطراف وهنا تركتهم شويه يكونون يعني سخينين، ما خففت كلش البصل ولا اي شيء سويته هنا، الكل تركته ثخين لانه بنفس الوقت من طبخته تركته انه قليتهم زين، وخليت كل شيء هنا عندي مستوي جاهز. هسه راح ارجع اضيف الفلفل، ايضا راح اخليه على الاطراف، طبعا احنا دائما هنا لانه اسمها مقلوبه يعني مهتمين اكثر شيء بالاطراف، لان هي راح تكون المنظر النهائي للطبق كليته.
هنا طبعا شبه انه انا مخليه كل شيء هنا عندي جاهز، يعني ما محتاجه بعد وقت اكثر، تحتاج لها 5 دقائق على الطباخ وتكون انتهت نهائيا. هذه ايضا كملتها. هسه راح ارجع اخلي عليهم الطماطه، وقلنا ايضا الطماطه هنا عندي مقليه، يعني شيء بسيط قليتها. هذا طبعا المي اللي طلع من عندي هذا كله راح ارجع اضيفه هنا على الطبق مره ثانيه. هاي هنا هم بعد خليتهم، بقى عندي اخر شيء باذنجان راح ارجع اضيفه لهم. هاي هنا أنا راح ارجع اضيفهم مره ثانيه. قلنا نهتم بالاطراف اكثر شيء. طبعا هنا انا اللي خليتهم سخينين تركتهم على الاطراف، واللي شوي سماكتهم اقل تركتهم على الداخل، لانه احنا هنا مهتمين بمنظرها الخارجي وبنفس الوقت طعمها راح يكون كلش طيب. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هذه خليت بها بعد هاي المواد كليتها. هسه اخر شيء هنا بقى عندي طبعا هاي الزيوت اللي تطلع منها كلها راح ارجع اضيف لها مره ثانيه. هو يعتبر طبق يعني شهي ومتكامل من كل شيء. هسه راح ارجع اضيف عليهم هنا اللحم. طبعا يصير نسويها لحم، يصير نسويها دجاج، يصير نسويها بدون يعني بدون حتى لحم ما نخليها. هسه هاي راح اخلي عليها اللحم، ايضا راح اخليها على الاطراف، بعدين اخلي بالوسط. اهم شيء طبعا انا هنا مهتمه بالاطراف لان هي راح تكون عندي المنظر الخارجي. شوفوا هاي هنا خليتها، هسه راح ارجع اضيف هاي عليهم كلها من الداخل. بقى عندي اخر شيء الرز، يعتبر هو الطبق الرئيسي اليوم، راح ارجع اضيف الرز عليهم مره ثانيه. ارجع الرز اللي طبخناه، طبعا احنا قلنا هذا طابخينه من قبل وانا ما تركته ينشف على الاخر، مثل ما تشوفون بعد بيه رطوبه لانه محتاج ارجع على النار مره ثانيه. طبعا اسفه على اطاله الوقت عليكم، بس هي هو هذا الطبق يحتاج لهذا الوقت، مضطره انه اسوي لكم اياه بهالطريقه هذه. هسه راح ارجع هيك اخليه، راح اضغط عليه من كل الجوانب ومن كل الاطراف، وارجع ارجع على النار واخليه على نار هادئه. ها هي كملت، راح اخليه على النار 5 دقائق وارجع اقلب لكم اياه. وهسا يا حبايب رجعنا لكم بعد ما تركتها على الطباخ تقريبا 7 دقائق او 8 دقائق، بس مجرد انه بخر الرز والمواد الباقيه كليتها. وهسا راح اقلبها قدامكم واشوفكم شكلها شلون صار بالنهايه. يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي طبعا راح اتركها هسه الى ان 5 دقائق، طبعا اتركها على هالمكان هذا، راح ابدي هسه ارفعها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صار شكلها النهائي، يا رب ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، والف عافيه الف عافيه عليكم. وهسه يا حبايب طبعا بعد ما كملناها وقلبناها وصارت عندنا بهالشكل هذا، اتمنى يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتدخلون على قناتي وتسووا لايك ومشاركه، واكون ممنونه من عندكم، والف عافيه الف عافيه عليكم.